by family عزمي كرولو والميدل سوليوشن هيبقى بيه الاستاذ الدكتور محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو موضوع الكيس برزنتيشن بشكل عام انا بحس ان هو يعني بيوصل رساله للبراكتس اكتر بكتير جدا من الثيوريتيكال بارت. ولو اللي بقى فيها جزء الثيوريتيكال بارت، فالحاله اللي هتعرضها فادي هي حاله قد تكون رير لكن وراها رساله هنقولها في الاخر. كان 13 درجة، لكن أقل
حسبنا توتال تي يعني توتال تي 4 لو جاوب اكتر من 20 هو بروبلي هيبقى مع الجريد او توكسيك اوسيلاتوري. ديس بيشنت متوقع ان البيشنت تبقى فايبرايز. نيكست تريتمنت وذ بيتا بلوكرز اند انتي ثايرويد دراجز. تريتمنت وذ بيتا بلوكرز الون ريجولاتوري مين اوبتيك فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي اور تيست فور ثايرويد اند Radioactive uptake should be performed when the clinical presentation of thyroid exposure is not diagnosed of both grades. What did them and the first thing like to do this with what tools? عاوزين برضو الرسالة توصل أولانية يعني العيان فيها لو اس اتش كاثر توكسيك بالدم والريشيو اللي قال عليها اقل من 20 فاحنا اكسكلود حكايه الجريفز والتوكسيك نودر الهوتر فالمساله مساله ثايرويدايتس فلو فكرنا في كده لو طلع ان هو الريشيو ده اقل من 20 النكست ستيب زي ما قال الدكتور الحديدي كده ان احنا نعمل ريديو اكتيف ايودين ابتيك لان دي ريكومندد حتى في الجايد لاينز ان انا لازم اعمل ريديو اكتيف ايودين ابتيك في العيانين ان انا بعد ما عملت اكسكلوجن حكايه الجريفز او التوكسيك جويتر ودي اول حاجه احنا عايزين نوصلها لبرضه العيان اللي هو سايرو توكسيك مانيفستيشن وسايرو توكسيك لاب نعمل الريشيو دي ولو طلعت اقل من 20 يبقى انا عملت اكسكلوجن للجريفز والتوكسيك جويتر ويبقى النكست ستيب في السيتويشن دي هي الراديو اكتف ادنسر الراديو اكتف ادن ابديت. About fine needed aspiration biopsy. Arthur Saul reported. فيها ديون
ايه الانديكيشن ان انا اروح اقول دي الانديكيشن؟ انت لو عندك المديول كلينيكال سيجنيفيكانت يعني اكتر من 1 سنتيمتر يبقى هنا انت يعني ليش اقول انك تاخد منها في الانديكيشن ده لو اقل من هي لو اقل من سنتيمتر اللي هي تبقى مايكرو بابيلاري او مايكرو فيبرا حتى لو هتبقى يبقى انت عندك السسبشس كرايتيريا بناء على اذر سايد اذر ذان كلينيكال اللي هي بالالترا ساوند او بالهيرو او بالهيستوري او بالكلام من ده. الالترا ساوند كرايتيريا محفوظه 6-7 كرايتيريا محفوظه على صوابعنا ان هي دي فيفر ما هياش ما فيش حاجه دايجنوستيك يعني. بس لو وات نوديول هتنحل دكتور فادي ما تعرفش اف ان ايه لو وات نوديول بس انت لا 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 طب دكتور فادي انت عملت سكان مش سكان لا لو انا هرجع بجاوب على السؤال انا ما قلتش صح ليه؟ ما عملتش معقول لكن هو بيجاوب على السؤال لو حد عايز يسال يا دكتور حديد ان هو احنا عاوزين نوصل رساله برضه ان الانتكيشن بتاع الفاميلي الاسبريشن لازم يكون فيها ريكومنديشن يعني حكايه ان هي اقل من سنتي زي ما حضرتك بتقول لها برضه كرايتيريا معينه عشان اعمل الفاميلي الاسبريشن في لو اقل من سنتي من 1 سنتي هي برضه اقل من سنتي دي انا ما بعرفش احسها بايدي وما بعرفش اخشها بالبيشن جايدد اسبريشن بروبس دي لازم الترا ساوند جايدد اسبريشن بروبس والالترا ساوند جايدد تكنيكالي ديفيكالت ما هياش حاجه افيلابل وانت عارف القصه بتاع يعني انا ما هخشش على هو الايد لاين لو في سسبشن بالارض الصوت ما هو ده اللي قاله ممكن ده يا سياده الرئيس ممكن مناقشه بعد الحاله ماشي اتفضل عشان بس مع سالف استراكشن لده انا عايزك كمان حضرتك ان لو انا عندي جريفز وبيكاس جايد لاينز لو جريفز او مالتي لوزر بوينتر في نوديول هتعامل معاها كانها نوديول لايك بيشنت اوف هايبوثايرويدز هما بيتعاملوا مع نوديول الثايروكسكوزس انها ميبي مالينت لو فيها كرايتيريا طيبين 126 ابتيك 24 ساعه كان 1.8 كان لو سو ديفرنشال دايجنوزس ميبي وان اوف ذا فولوينج اكسبت سب اكيوت هايبوثايرويدز سايلنت ليمفوسيتيك سايروفايتس اتش سي جي ميديت هايبوثايرويدزم thyroidosis factitia, drug-induced thyroidosis, or iodine-induced hyperthyroidism. كل دول هم فيهم low uptake مع ده واحدة فيها high uptake. دي differential diagnosis of thyroidosis. ال causes اللي هي بتعمل low uptake اللي احنا قلناها من شوية except اللي هو trophoblastic tumor أو hyperthyroidism اللي هي HCG mediated. Test for thyroidosis antibody and the thyroglobulin antibody were negative in this case. So this can exclude subacute viral thyroiditis or silent thyroiditis, thyroidosis factitia, iodine-induced, drug-induced, or stroma or variant, with the causes of differential diagnosis of this patient until now. عملنا antibodies وطلع negative. في واحد من دول فيهم antibodies positive. The only situation with low uptake with positive antibody is silent lymphocytic thyroid. So it should be excluded. The other excluded option. Oh, لا هل جنروتس اللي هي بين. بس هي بتبقى فيها بس انا فاكر ان حتى يعني هي دي اللي فيها بوست اللي ممكن تبقى اكسكلوز يعني خليها يعني مش اللي ممكن تبقى بوست بروبابلي هي فيها بوست اللي هي سبب اكوت نون سبب سايبايتس او ديكيرفان سايبايتس او سبب اكوت جلوبيتال سايبايتس
has three phases: hyperthyroid phase, then euthyroid, then hypothyroid, then recovery. A diagnosis mainly a hormone clinical manifestation, big pain or eating to the show, marked tenderness of the thyroid and diffuse goiter, a lab hemolytic stage with high free T3/T4, low iron uptake during the hyperthyroid phase, and high ESR. Usually, for what I've seen, we reported ESR for the pain. The pain is that they are silent or lymphocytic, autoimmune disease manifested with triphasic pattern, they defend it. Postpartum pain is the most common type, but pain disturbance can also occur in non-pregnant patients and in men. Describing some types of drug-induced cervicalis, thyroid dysfunction like lithium interferon alpha, which interferon beta, or interleukin 2. Diagnosis manifestation of hyperthyroidism. Some patients have no symptoms or signs. Thyroid is not painful or tender, usually diffused in enlargement and sometimes firm texture. مشكلة البين is thyroiditis إن هي تتلخبط مع Graves. فكل الكريتيريا ماشية مع Graves يعني manifestation of hyperthyroidism, thyroid not painful or tender, diffused in enlarged firm texture, thyroid function test بتبقى فيه hyperthyroidism, TSH low, total T3/T4 أو 3 high. Usually الاثنين فيهم positive anti-thyroid state antibody اللي بيفرق short duration. The pain is a very short duration, minimal thyroid enlargement, and low thyroid hypertrophic uptake. And then we have to indicate that the patient pain in the postpartum. According to our case, the differential diagnosis of TNF, drug-induced, iodine-induced, strong ovarian, or thyroid exposure factitia. Related to stroma ovarian, this ectopic thyroid tissue is distinct as a component of an ovarian tumor, LN1% of all ovarian tumors. 15% of patients with stroma ovarian presented with self-exposes, either due to autonomous ectopic thyroid function or due to coexistence of Graves' disease. 25% of stroma ovarian contain elements of papillary thyroid stroma. The diagnosis is a radioactive iodine on the pelvis with treatment surgical removal, because of the malignancy and to treat hyperthyroidism with preoperative treatment with beta blocker and antithyroid. The patient did have a radioactive iodine uptake on the pelvis can negative. So it will be excluded. The future diagnosis drugs iodine induced thyroid exposes factitia. The patient reported no ingestion of exogenous thyroid hormone, thyroid extract, or any medication, no dietary supplementation, a supplement that may have contained iodine. I will get to graphic studies that require use of IV containing contrast. So, in this patient, slightly elevated thyroglobulin, abnormal thyroglobulin, low elevated, in the absence of thyroglobulin antibodies, essentially rules out. Don't let the differential diagnosis of lean, thyroglobulin, lactitia, or iodine, or drug induced. Thyroglobulin antibodies, abnormal thyroglobulin negative, low elevated, if he elevated thyroglobulin level, serum thyroglobulin level. كان اكسكلود الحاله الوحيده اللي بيبقى فيها ابسس اوف ثايوغلوبلين انتي بودي ويز لو ثايوغلوبلين هو ثايوغلوبلين اكسبوزس فاكتيشيا مفيش هيستوري لكن ثايوغلوبلين اكسبوزس فاكتيشيا ديفايند باي ثايوغلوبلين اكسبوزس ديو تو انجيشن اوف ثايوغلوبلين هرمون ممكن تقول انتشنال انجيشن اوف ثايوغلوبلين هرمون ايزر سوبتيشيس يعني خلسه ديناي انها بتاخده او ايوتوجينيك حاجة تانية unintentional ingestion either accidentally such as pediatric poisoning or pharmacy error or through ingestion of supplement that contain thyroid extract. دي بيبقى بتقول ان كان في outbreak of thyroid exposes caused by consumption of ovine thyroid gland in ground beef. طيب احنا ليه عملنا التيست ده؟ لان الهيدروجين جوز cytoxposis factitia are easily identified but suspicious use of thyroid hormone may present a diagnostic problem. She will deny. So the diagnosis made by absence of goiter, suppressed serum thyroglobulin, and low uptake of radioactive iodine. The first diagnosis now drug-induced and iodine-induced hyperthyroidism. Iodine concentration of thyroid was elevated. On the detailed question regarding possible sources of excess iodine, the patient stated that she had been using iodine swabs for many years immediately before.
فور يورينري سيلف كاستريزيشن فور تو فايف تايمز دي. هما قالوا ان ممكن يكون كونتامينيشن يعني كاستريزيشن، يعني هو اللي المفروض بيتعمل عشان اشخص ايودين انديوسر جودس نحسب 24 ساعه يورينري ايودين. This patient كان بتعمل كاستريز هيمسيلف وتحط ايودين على الاليال كوندوي، فممكن يكون كونتامينيشن اوف ذا يورين باي ايودين. التست ده ما اتعملش اصلا في اللاب، بس هم عملوه لقوا ان السيروم ان اورجانيك ايودايد كونسنتريشن كمان اليفيتد. ايودين انديوسد هايبرفلويديزم از بليف تو كير ان اكسبت. الايودين انديوسد هايبرفلويديزم بتحصل في كل البيشنت ويز اندرلاين ثايرويد اوتونومي، أو بتحصل في those living in areas with iodine deficiency، rarely بتحصل في those living in area with sufficient dietary iodine. لو حصلت في areas with sufficient dietary iodine تبقى عندهم thyroid autonomy. In regions of iodine deficiency, hyperthyroidism was reported after introduction of iodine بنسبة 21%، والناس دي لو معاها nodular goiter بنسبة تعلى من 10 ل 20%. Therapeutic causes occurs because of underlying areas of autonomy. هو انت الايودين سبلاي انكريزز ذا اوتونوموس اريا بروديوس ثايرويد هرمون اندبندنت اوف نورمال ريجوليتد ميكانيزم، وده جوك باسيلو فينومين. Such patient may have sub clinical hyperthyroidism قبل ما تاخد ايودين. The recommended iodine intake for healthy non pregnant adult 150 مايك والبيجنت 200. The tolerable upper level of iodine intake in most persons 1100 مايك per gram per day. The common sources of excess iodine intake: iodinated radiographic contrast agent، ودي الواحد مللي فيها 350 ايودين، وهي recommended daily 150 مايك. ايودين containing medications الاميلوفونت حبايه 200 ملي جرام فيها 75 ملي جرام ايودين، والمكتوب انها because of its long half life and high level solubility it may cause iodine induced cell necrosis after its discontinuation. Typical antiseptics like povidine, iodine, 10%، بيستخدم كفاجينال دوشنج او ماوس انسك او سيرجيكال بول. الواحد بيقول لي فيه 10 ملي جرام ايودين. دايتري سبلمنت وهو موجود في الاعشاب الحراريه، او ووتر انريتش ويز ايودين فور بيوريفيكيشن، كان بيستخدم في الجيش بيوريفاي ووتر باي ايودين. دي كومن سورسز اوف اكسس ايودين. عايز اقوله ان التايم اوف اونست following initiation for the source. لو انا عندي amylamon type of onset من months to years، لو iodine contrast weeks to months، لو انت بقى في iodine early بيعمل destruction of thyroid وبيعمل hyperthyroidism within 1 to 4 weeks. لو بدي اقطع for toxic multinodular goiter late، ده انا فهمت ممكن يقلو graves ويبدا يحصل thyroid disposes من 3 ل 6 months. Iodine induced hyperthyroidism is treated by removal of the iodine source plus beta blockers alone, beta blockers in combination with mesimazole, 1 or 2. In mild cases, we can use beta blockers alone, and in severe, we can use beta blockers in combination with mesimazole. The patient is asked to stop using bufidine iodine swabs. A beta allergic blocker is prescribed to manage the patient tachycardia. 8 weeks later, thyroid hormone level had normalized, thyroid level become detectable, all symptoms of thyroidosis were relieved. Let's listen and treatment of underlying thyroid disease should be addressed. احنا قلنا ان عشان يحصل iodine induced thyroidosis احتمال يكون في thyroid tumor. هعمل ايدي كونسنتريشن في الدايورين عشان اتاكد ان ما عادش في هاي ليفل اوف ايدين. ممكن اعمل ايدي اكتر ايدين ابديك تو دايجنو ذا اوتونوموس ثايرويد. لو كان في اندر لاين ريف ديزيز هدي ميسمازول، يعني كونتينيو الميسمازول اللي كانت هي ماشيه عليه، او اعمل ايدي ايدين ابديشن او سيرجري. لو في اندر لاين اوتونوموس ايدينوما او مالتي نودر ادفايتر نو نيد فور تريتمنت لو كانت ريتيرن تو غير ثايرويد. However, these patients are at risk of recurrent hyperthyroidism if given iodine again. So many clinicians prefer to treat with surgery a window iodine, particularly if they develop resistant subclinical hyperthyroidism. Thank you.
هو انا عاوز اقول الرساله اللي هي الاخيره بتاعت الايودين انكيوزد هايبر ثايرويديزم هي نقطه ان احنا زي ما قال فادي كده ان عندنا الكونتراست بتستخدم كونتراست ميديا بتستخدم في الفيزيشن كتيره جدا وادويه الكحه زي ما قلنا الاستاذ الدكتور نبيل موجوده فبتهيألي من ضمن الحاجات الروتين او اعتقد ان هي تبقى ريكومندد من الرساله ان المفروض ان العيان اللي عنده جويتر دي سيروت جويتر وبالتالي ممكن اي حد من اللي هم الجماعه اللي رايحين يعملوا كونتراست ميديا ايمجنج المفروض يريكومند حكايه الاكزامين ثايرويد ولو في جويتر يبقى البوسيبيليتي اوف ايودين يوزد هايبر ثايرويديزم تبقى عاليه فدي برضو دي اللي انا عاوز اوصلها ان هي مع ان هي رير لكن حكايه ان الروتين ندخل روتين اكزامينيشن للثايرويد بيفور ان انا اخد قرار ادي ايودين ثيرابي او ايودين دراجز يعني فيها ايودين او الكونتراست لان هي كومن ان كل الناس بتتعرض لها زي الكارديا كاس والحاجات دي مفيش مانع ان احنا نبص على النك ونشوف الثيرويد لان وجود الجويتر ده بيزود الانسيدنس اوف ايودين من ضمن الحاجات المهمه فيها ان هي المين برزنتيشن فيها دايما الكارديا مانيفستيشن بسهوله جدا ان العين يخش في هارت فيلير ومعظم العين اللي هم الكاس لاب بيبقوا اصلا اوريدي ان هم سكيميك هارت وكلام من ده فلو لو هو عنده جويتر ودخل في ايودين انديوزد هايبر ممكن يخش في هارت فيلير بسهوله وده برضه من النقط اللي هي المهمه فيها ان هي كومن في الاولد ايج كومن في العام اللي عنده باك جراوند جويتر حتى لو هي ثايرويد وكومن في العينين اللي هم مع الكونتراست ميديا ايمجنج وخصوصا في الكارديا كاس. بشكر فادي حاجه كويسه. الحاجه بقى الثانيه برضه الدكتور اللي قلتها احنا في الاول برضه نركز عليها عشان الجاني جنريشنز ان خلايا الهايبر ثايرويديزم اللي هي الجريفز ديزيز او التوكسيك مالتي نودل ريبورتر او التوكسيك ادينوما الثلاثه الكبار دول معاهم هايبر ثايرويديزم وذ ريديو اكتف ايودين ابتيك دي معروفه. طب لما نلتقي بقى هايبر ثايرويديزم وزود ريديو اكتف ايودين ابتيك نفكر في السيرفايكس بانواع سيرو بوست بارتم او ديك الفان نفكر في السيرو سيبوزيس تكتيشيا نفكر برضك في الميتاستاتيك كانسر ثايرويد خلي بالك يعني في الحالات دي رساله ثانيه ومهمه وشكرا. برضه كده على دكتور حديد في نقطه ان الحالات احنا دايما اللي بيعالج يمكن في الفيلد بتاع الدكتور بيعالج حالات السيرتوكوز كتير بيلاحظ ان في بعض الحالات مجرد ما ياخد شورت كورس من الانتي ثايرويد تلاقيه اتحسن بسهوله. يعني انا اعتقد ان ممكن تكون العيان ده هو عنده ايودين انديوزد هايبر ثايرويديزم. يعني في كتير من الحالات اللي مجرد ما ياخد شورت كورس من الانتي ثايرويد فجاه تدخل حتى في هايبر ثايرويديزم بعدها بفتره بسيطه جدا في شهر او شهرين وبتاع. فاحنا برضه الحاجات الترانسيت ممكن تكون من الحالات اللي هي ايودين انديوزد هايبر ثايرويديزم. اسمع تعليقك بقى. قال ان هو الاساس الا لو كانت سيفير ممكن نقلل من الاساس الاول بجانب. هو بالنسبه لعلاج حالات السيرتوسكوزيس يعني انا اذكر احد السورسز او احد الخواجات قال ان كلمه سيرتوسكوزيس زيها زي الفيفر او الانيميا. مفيش حاجه اسمها سيرتوسكوزيس انليس ان انت تعمل ايتيولوجيكال دايجنوز. يعني العيان ده سيرتوسكوزيس ديو تو جريفز ولا سيرتوسكوزيس ديو تو مالتي نودولار ولا ادينوما ولا يعني ايه السبب في تاسيس سيرتوسين في هذا المريض. احنا يعني براكتيكال سبيكينج بنلاقي مجرد اما اللاب بيجي يقول سيرتوسكوزيس على طول بناخد الليسته الثلاث سطور اللي الناس كلها حافظاها والعيان بيشيل الشيله. اللي ما هواش جريفز ديزيز وزين 2 ويكس بنلاقي جي سي اتش 30 و40 و50 والعيان بدا يبقى هايبوثايرويد. فيعني رجاء او مسج نقولها بمناسبه الحاله انه السيرفس كوز لازم يبقى ايتيولوجيكالي دايجنوز. وافتكر ان في احد ندوات الاسم انا قدمت حاله سيرفس كوزس وكان طبعا رير كوز كان السبب فيها تروفوبلاستيك جينيتال تيومر ان ابوست من بوزل فيميل. يعني لو حد كان حاضر الحاله واذكر اللي هي كله كارسينوم كانت في بوست من بوزل فيميل وطبعا يعني كانت حاله فيري انترستنج وفيري رير بس اتاكد انه لازم السيرفس كوزس يبقى فيها تيولوجيكال دايجنوز.
ونفتكرها زي الجونتس زي الانيميا زي الفيفر. مفيش حاجه اسمها عيان عنده جونتس، ما هوش باثولوجي ولا دايجنوز او كوش دي مثلا. شكرا. طيب بالنسبه للحالات اللي حضرتك بتقول عليها زي اللي هي ما اتشخصتش واخد التريتمنت، حضرتك من لو ستوب التريتمنت بعد 3 اسابيع اعمل اكتشن عشان اشخص أول صف هي اللي بتفضل الأوتيك أو تكنيشن. شخص تاني. يعني في كل الاندوكراين ديس اوردرز إذا ما كانش فيه ديفين وكونفيرم الدياجنوزيس بتبقى في متاهة للعيان الغلط وما انتش عارف بقى إيه اللي عامل إيه في إيه مودي فين على فين جاي في إيه خلاص. فعشان دي الاندوكراين ده حاجه بطيئه ما هياش حاجه ما هياش تاكي ابيسميا ولا حاجه. يعني لازم ويت ويت اند سي كونفيرم يور دايجنوزز لاني هتغير حاجات كتير. فما ينفعش يبقى في استعجال. حضرتك في ريبورت حالات جريفز ديزيز وما كانش حالات ايه؟ جريفز. جريفز. اه فما كانش مشخصه والبيشنت كان بيستخدم ايدين واتعمل لها فيديو اكتف ايدين اوتيك بيطلع بوزيتيف. فريبورتد ان ممكن سنجل دوز فيديو اكتف ايدين اوتيك ككونتراست تعمل لو ابديت فروم 2 to 4 weeks وكده لو عملت على فيديو اكتف ايدين على جريفز هيطلع لو. في مراحل معينه والاستخدام في مراحل بتبقى عاليه لانه الكلام على الراديو اكتف ايدين ابتيك فيه فروقات بين التكنيشن مايك مايك ابتيك والراديو اكتف ايدين ابتيك في بعض الحالات. احنا بناخدها على انها كلها شيله واحده. في فروقات بينهم وبين بعض في حالات سبيسيفيك. لان هم اللي بيستعمل مفيش حد بيعمل راديو اكتف ايدين ابتيك كدايجنوز كله بيستعمل تكنيشن 99 علشان الاي في والرابت والعيان هيعمل الشغلانه ويخلص في سيشن. انما الايدين ده محتاج وقت ومحتاج دوز ومحتاج قصه ثانيه. فمحدش يعني في فروقات في فروقات. الراديولوجيك كونتراست ميديا لها شابتر في كتب الثيرويد كحتى تريتمنت موداليتي في الحالات الريسيستنت لان فيها ناس بتدود عليها جدا الكونتراست ميديا نفسها. فدي برضه بتاخد في الاعتبار يعني رساله مهمه. يعني كان في سؤال برضه عايز اساله، هل في علاقه بين الاكتين والديفلوبمنت بتاع النيول اللي كان موجود ولا ده كان النيول موجود قبل ما تاخد الايودين؟ لان ساعات ما الواحد بيشوف حاله ثيروتوكسيكوز وفي نيول بيقعد يعمل انفستيجيشن للنيول وما يجيش في دماغه الثيروتوكسيكوز استكتيشن، هل في علاقه بين الايودين والنيول اللي موجود؟ يعني هو يعني النيول نسبه حدوثها في النورمال بوبوليشن 50% بالالترا ساوند ديتكشن زيها زي البايوبسي دايجنوز. فالنوديول ان الترا ساوند ريبورت يجب ان ما تبقاش بقى المتاهه اللي العين بيخش فيها او الدكاتره بيبقى يعني كونسيرند وانكشس قوي ان قالوا نوديول وهي هتبقى 4 ملم ولا 5 ملم تقريبا زيها زي على راي بتوع القضاء هي والعدد سواء ملهاش اي قيمه. النوديول لو سيجنيفيكانت نوديول في كلام اوف جريفز ديزيز لازم تتاخد فيري سيريس وسسبشنز لانها لانها غالبا هتبقى فوق وغالبا المالجنت بوتنشال بتاعها بيبقى عالي. لا 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 بتاع فاري حاجه رائعه. لكن في حاجه شكليه كده يا فاري، انت قلت في فرق 18 كيلو لازم الويت لوس عشان يبقى سيجنيفيكانت لازم اظبط في قد ايه في البيرن بتاعته قد ايه وفي نفس الوقت علاقته بالانيشال ويت بتاعته. يعني لو واحد مثلا فرق 18 كيلو على وزنها 2 كيلو في خلال 3 4 سنين واحد، لكن لازم تقول لوس اوف 2 كيلو جرام ان ذا لاست مثلا 3 مانثس او 6 مانثس او او وعلاقته ايه بالانيشال بروبلم بالنسبه له. شكرا. شكرا للدكتور ياقوت والدكتور فادي، حاجة جميلة فعلا ويبدو انها اكسايتنج ماتش ديسكشن. انا بس عايز اعمل تعليق بسيط، ان انا لاحظت ان الكلام كله على الايدين انديوز سايتوكسكوز. المفروض ان الايدين انديوز ممكن تعمل تايروكسكوز وهايبوتايروكسكوز. البلاند لما تبقى اكسبوز لارج دوز اوف ايدين بيحصل لها سبريشن لفتره ترانزيت اسمها وولف تشيك اوف افكت. لو السبريشن ده فضل مستمر يبقى ده اسمها هايبوتايروكسيز. بعد فتره 2 to 4 ويكس
بيحصل اسكيب فروم ذيس وولف تشيكوف افكت لو فضلت اكسبوجر للايرين كمان وعلى حسب الحاله بتاعت الثيرود اساسا قبل ما تبقى اكسبوز هيحصل الجوبس دو اللي هو الايرون ديو ثايرويد اكسبوز. النقطه الثانيه الامبيدارون كمان الامبيدارون في حاجتين هو الامبيدارون نفسه ممكن يعمل اوتو ميون ثايرويدايتس وهو كمان نفسه في هاي ايرين كونتنت فممكن يعمل بوث ذيس افكتس في وده بتختلف على حسب حتى الثيرود نفسها لما تبقى اكسبوزد للايودارون او الايودين او وات. شكرا. هو احنا فرحان مع حظنا النهارده ان احنا وقعنا قدام جهاز فيزيكال الصف الاولاني كله ما صدقش الثيرود جه سيرتها وطبعا كله اتصرف يعني وخدت الوقت تحت ثلاث محاضرات خمسه. وقبل ما نقدم النكست سبيكر طبعا الف مبروك لحضراتكم فعديت اللي حاضرين لقيتهم حوالي 96 فالكورة ماشي مش مشكلة عايزين نقول باسم لكن طبعا للاسف عدد النواب انسيجنيفيكال معرفش يا آية بيها لآية بتتكلم عن مين؟ آية اللي حاضرة دلوقتي اللي وراكي آية مش كده؟ مين ومين؟ يعني ثلاثة نواب رجل انت معانا ولا اثنين بس اثنين؟ اثنين نواب مش كده؟ اثنين نواب رجل فانا بستاذن الاستاذ الدكتور مش اثنين بس انا بستاذن الاستاذ الدكتور مجاهد رئيس المؤتمر ان احنا الاثنين نواب اللي حضروا دول ناخدهم معانا بورسعيد بعدين لحضرتك لان طبعا انا لقيت لسته من 20 واحد محطوط اسمائهم ان هم يروحوا بورسعيد ومحدش يشوفهم بيحضر الجلسات. فبعد اذن الدكتور مجاهد بس معانا بورسعيد عشان يعرفوا ان في برضه صعوبة عقاب يعني طبعا بقيه المدرسين مساعدين انا بقيت باسمائهم انا هقول كتبت دلوقتي لحضرتك من المدرسين المساعدين والنواب طبعا مفيش حد يكون هيجي لا ما لا هو مش هتلاقيني خالص غير الاثنين دول ان شاء الله هيبقوا معانا بس مساعدين ال